أن أطلعكم بأن الجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس 233 مليار دولار سنة 22، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ما يتعدى 5100 دولار لسنة 22. فضلا عن ذلك، تسعى الجزائر دائما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجاهبة التضخم لا سيما منه المستورد. بالنسبة للحقوق أخاوتي، الناس بزاف راهي حابة تخرج، حابة تدير خرجة. أنا ما نقولكش ما تخرجش، ما نقولك لا ما تخرجش لا ما تطالبش بحقوقك لا والو. حنا تمنينا، حنا أخاوتي دوكا ما نقراوش لي كومونتير، نهضروا شوية ونتفرقوا على خير. حنا تمنينا، نتمنينا راهي تسوات الناس كله، ما بقات لا خرجات لا والو، الكرامه والحقوق و لكن للاسف الشديد ما كان لا كرامه، ما كان لا حقوق، ما كان لا تسويه، لهم يحزنون. كاين غير الذل، وكاين الطحين، وكاين القهر والظلم، وكاين التجبر على الفئه هذه المغلوبه على امرها، الفئه هذه اللي قدمت شبابها من أجل الوطن وتابعت المسيرة نتاع الشهداء الأبرار رحمهم الله وطيب ثراهم. ولكن للأسف كان رد الجميل، كان رد الجميل من طرف كيف نقولوا يا أخويا، من طرف المسؤولين هذا للأسف الشديد. الراعي ما هوش مطلي في الراعي نتاعو، وهذا ابتلاء من عند الله، هذا رو ابتلاء من عند الله، هذا رو ابتلاء من عند الله. لعل وعسى ما ناش عارفين، ما ناش عارفين، شافنا فيها ربي خير، يعلم ربي. بالنسبة للناس اللي حابة تخرج، أنا باش نقول لكم لازماتك دير الحشد، لازماتك دير حشد، تبداها من الاجتماعات البلدية وتجي طالع وتلمو الفيكتيف وتعاودو تجدو العهد، تبداو من البلدي الولاي الجهوي الوطني، وتخرجوا بحل، تحطوا ناس نظاف وتمشيو، ديروا قاعدة صحيحة، ديروا ساس صحيح وتمشيو، انساو الشي اللي فات، عاودوا من دار وجديد. وإلا كان حبيتوا تخرجوا خرجات عشوائية، أنا ما نتبرى منكم، ما نخرج معاكم، ربي يعاونكم وربي يثبتكم على حقكم وروحوا للأمام وخلاص. وإنما الطريقة أخوتي، ما تقعدوش تعاودوا نفس الاخطاء، لازم تستفادوا من الاخطاء. خرجنا العشوائي، خرجنا ما كان والو. وبالنسبه للفيكتيف، باش يخرج مشطوب وحده يدي حقه من المستحيلات السبع، باش يخرج متقاعد وحده يدي حقه من المستحيلات السبع. القضيه راهي مربوطه ببعضها، حبيتو ولا كرهتو لازم ترجع التنسيقيه تاع بكري، ميم، وكل واحد عنده مطالب، كل فئة عندها مطالب، المعطوبين عندهم مطالب خاصة بهم، بالحالة الصحية نتاعهم خاصة، بالك ماديا بالك صحيا، المتقاعدين نفس الشيء عندهم مطالب، مشطوبين ثاني عندهم مطالب. إلا ما رجعتش التنسيقية كيما قبل في كتيب، والناس كل تحت لواء التنسيقية، انساو القضية. اللي يخدم على الساس كي حالتي يروح يعس، واللي خدام منيف يروح المنيف، واللي خدام فلاح يروح يفلح، ويقعد بيناتنا الغدر والسلام عليكم. اما هذه ملي تنوض الفيسبوك والناس دير في لي لايف وتندب، يندبوا خاصهم غير يهزوا القرداش ويجرحوا وجوههم، علاه نديب هذا؟
قداه نخرج عيطنا لكم وما جيتوش، قداه نخرج تلوحتونا على ريصالنا، قداه نخرج نحسبوهم نحسبوا قداه نخرج خرجناها وما جيتوناش. في الفيسبوك هيا للامام اخرج للامام 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 للامام، ومن بعد نخرجوا نلقاو رواحنا في 50 و60 واحد ما نلقاوكمش ونعرفوكم بالواحد، ومازالكم تنشطوا في الفيسبوك وتلعبوا في ولاد الناس على ريصانهم، وانتم ما تخرجوش. فيكم اللي دار الخبره، فيكم اللي ما دارش، فيكم فيكم فيكم. خافوا ربي على تلعبوا في ولاد الناس على ريصانهم. كيفاش للامام ونخرج وقت ميدان وانت ما تخرجش؟ يعني مانيش حاب نذكر الاسامي برك، مانيش حاب نذكر الاسامي. الوقفات كامل عندنا عليهم، عندنا الفطوات نتاع الناس، عندنا فطوات نتاع الناس اللي خرجت فيهم الوقفات كل. وهذه الهضره موجهه للمشطوبيه الجيش الوطني الشعبي. اخر الخرجات اللي درناها وين كنتوا؟ كيفاه اليوم بنت لكم، كيفاه اليوم، كيفاه اليوم بنت لكم تخرجوا؟ انا ما فهمتش كيفاش بنت لكم تخرجوا خرجه عشوائيه، حابين تخرجوا خرجه عشوائيه، كيفاه اليوم بنت لكم تخرجوا؟ ومانيش ضد ومانيش مع، انا مع خرجه وطنيه لجميع الفئات، خرجه وطنيه لجميع الفئات، اعتصام وطني لجميع الفئات انا معاه، بالرغم اني استقلت من النضال هذا وصايي وقلت نجبد فكني ناضل وحدي، بصح كون نعرف الناس تخوات ودارت يد في اليد وعادت التنسيقيه كما قبل بقوه نخرجوا، نخرج انا. خطرة الاخر هذه تاع الاربع مفتاح اللي داو فيها جماعه في الحبس، بزاف غاشي قال نخرج، كي خرجنا وين كنتو انتم؟ وين رحتوا؟ ناس معتصمة من هي بالكليمونجان في الأربعة خرجوهم طلعوهم للجبل بكوبتر تردف فيهم، وناس بايتة في دزاير العاصمة كلاسيك وصبحت تهندس في دار إبراهيم. كي تجي تقول لي نخرج أنا ونشوفك أنت خبيث، كيفاش نخرج معاك؟ أنت خبيث، أنت خبيث مداير تحت قائمة وحاب زعما تسوي روحك وتسوي فلان وفلان، كيف نخرج معاك كي تقول لي هاي نخرجوا؟ ياكم أنتم اللي طربقتوها القضية، أنتم اللي طربقتوها. عدنا عليكم لي بريف وعلى بالنا بكم مرخص، وماناش حابين نفضحوكم برك، بالك فينا بيناتنا ملح وبيناتنا عشره وبيناتنا وبيناتنا. خلي ولاد الناس ينظموا ارواحهم الى عاد مازال الناس تحوس تخرج على حقها، ينظموا الصفوف ويخرجوا. اخويا عليكم قابضين العصا من النص، واحد انا هو ربكم الاعلى، واحد حاط روحو جينيرال قائد ناحيه، واحد حاط روحو مانيش عارف ناسيونال، واحد ريجيونال، واحد وين راكم رايحين بالعقليه هذه؟ في 4 سنين يا الناس مش لاقي حتى واش ياكل شكاره الحليب وكيلو العدس وعاد ما مش لاحقين بيه، ناس تموت. ثم تعرفوا تعكسوا صحابكم وخلاص، والله ديروا النش وخرجوا، خرجوا وما تخرجوش. باش تلوحوا لولاد الناس في الحبوسات وتلوحوهم على لسانهم، فيها بركات برديع، حاجه ما هي صالحه، لا رئيس جمهوريه صلح، لا 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 وزاره الدفاع صدقت معنا، لا اصحابنا صدقوا معنا، واحد ما صدق معانا احنا. اللي تشك فيه شويه تقول هذا فيه ريحه، فيه ريحه الرجال وفيه ريحه كذا، تلقاه من بعد مرخص. اللي تدير فيه شويه تاع ثقه برك تلقاه من بعد مرخص، عام زوج ثلاثه يبان. انا يبعثوا لي في الماسنجر فوزيك جبدت تسويت، يا وما تسويت ما والو، الخبره وما درتهاش، الخبره الطبيه وما درتهاش، والله ما درت الخبره الطبيه. نحلف لكم على المصحف جيبوا لي نحلف عليه، الخبره وما درتهاش. الجنوب وتم يا ربي قعدت فيه 200 ولا 300 تاع واحد تاديبي، انا نستناو راني مع الاخرين ما كانش، وانا حامل ساكتين وحاكمين فامنا وما قلنا والو، طبطبنا عليهم من ديارهم جبناهم قلنا لهم هاي قضيه هم خلصوا، خلصوا داروا لنا الفتنه وفرقوا لنا الصفوف، داروا لنا الفتنه في الولايات، زرعهم زرعهم رافقوا جاكا الشماته نسي عجيله، السي حجيله اللي كنا حاجه الواحد يكبر فمه مشات ينطيح انا، السي حجيله الشماته اللي حطوا الضربان في وسطنا، فلق التنسيقيه، فلق المشطوبين، فلق قسم ربها كل. السي حجيله واش بابنا احنا؟ حجيله واش راويه؟ شكون اللي دز القضيه؟ وقلتها لكم ادين الرب، قلتها لكم، قلتها لكم هالعبد هذا كي جا للجنوب ما تزكيوهش، 11 ولايه قالت نعم. زكيتوه، انا ما زكيتوش، انا كنت ولائي في بسكره ما زكيتوش، انا عارف عجيله واش يسوى،
عارف حجيله واش يسوى ونهضر في الهضره هذه ونتحمل المسؤوليه نتاعها. حجيله انا عارف وشكون، اذا كان نتوما تبالكم يدير حداكم لقطه تاع تعراض تقولوا هذا راجل، ما كانش رجله اللي يخون القضيه ماهوش راجل. حجيله مندس، حجيله مندس من اكبر المرخص ومن اكبر الشمايت اللي عرفته انا في تاريخ النظام هو حجيله. حجيله حاطو غضبان وبيناتهم صفقه يسوي له فلان وفلان وفلان. هم كاين الرجاله مشاو مع حجيله لدرك ما تسواش، ما تسواوش، كيعادوا الرجاله وكاين مرخصهم يخلصوا. كاين مرخصهم يخلصوا. وكاين الرجاله مشاو مع حجيله بالنيه وعدها ممن ودار عليه، ما تسواوش. ومناضلين قرح وما تسواوش. لأنه هو مرخص. هو مرخص، هو في صحابه وبعد ما وقفش مع الرجاله، وقف مع المرخص. اللي كيما هو. ثم تجريوا بالعاطفه، انا نشفى خطره واحد ولائي واش قال لي؟ قال لي يا فوزينا كل ما كل ما نزكيش حجيله راحت التسويه تاعي وراحت الحقوق وعاد عاد يدمع دمع دمع طيح في الدموع على جال ربع دور حجيله هذا عاد تدمعوا عليها. هاكم اليوم وين وصلتوا؟ هاكم ما خذيتوش راي، هاكم اليوم وين وصلتوا؟ كاين عباد السهل، كاين عباد السهل، كاين عباد السهل، لانكم ديروا الثقه ديروها في المرخص، ديروا الثقه في الشميت، ديروا الثقه في مانيش عارف انا في واش. فوزي من النهار الاول معارض، معارض معارض للمنظمه، معارض للضرابين، للضربان، للحجيله وجميع اشباه الخماجه. انتوما لجنه الحوار هكذا تقود لها زعما باش يفوت ملفك. يا والله ما تديها ولا ما تكتب لك. هم دايرينكم كيف ضامه باش كلبك مات، ما تعرفوهاش هذه، انا نعرفها مليح. خادم 13 شهر سارق موتور من البارك او يدي او يخلص يتمنيك بمشطوبين 130 الف تمنيك بها كل 130 الف مشطوب تمنيك بها هناك التنسيقيه قريب مليون بشر لك فرقه سراق سارق موتور مرضيين وعلى موتور 13 شهر خادمه انا على الاقل خادم عامين تلقى خادم 13 شهر يا سي عجيله وسارق موتور نورمالمون ما تسواش شماته كيما انت شماته كيما انت تسب فوزي العطر انا اشرف منك انا نظلت بهذا على الكرامه ما نظلتش على زوز دور اللي راك تدي فيها انت يا واحد الشماته مرخص ونحكمك على بالك يعني ديرها تهديد ديرها واش تحب نحكمك نيك لك راسك من حيولك بمنجل ديركت طيح العين في العين شوف يا طير لي راسي نيك لك راسك من حيولك وحده من الزوز هذه اللي نقولها لك بول لي في طريق مزلك ثاني يا سي عجيله راني قلت لك طيح في الوجه في الوجه نيك لك راسك من حيولك الوحيد اللي ما نسمحلوش طول عمري هو انت لانك تمني يكتب امه امه كامله تمني يكتبها غرست لنا الكلاب في بسكره وفي الصحراء وفي الغرب وفي الشرق درت لنا لي كلون درت لنا التنسيقيه دوله في دوله راح الهيكل في نمي ملي كنا نخرجوا ب 4000 وب 5000 عدنا ما نخرجوش ب 400 ب 40 بشر 40 بشر ما نقدروش نلمها نهار وطول انتم في الصفحات تنفخوا قال لي لايف هيا الميدان وين ربكم مش من الميدان مش من الميدان ميدان 40 واحد كي عدتوا راح تخرجوا في 40 ها بلع فمك لموا رواحكم في 40 وروحوا لتحت لتحت ما ديروا حتى فيديو اجريوا على رواحكم تسمى في 40 واحد انتم راح تجيبوا لنا الحقوق خلونا بلا خرطي نتاعكم خلونا بلا خرطي يقول الحق حتى يدير الراس قول الحق حجيله هو سبب القضيه نتاعنا وجراويه جراويه فكنا منهم نحكيو عليه هو حجيله هو راس البروكلو راس الكوجاك هذا ناكل نحكموا نحيلو هذا حواجبه باش يولي يشبهك ما على بالكم لمن يولي يشبه كي نحيو له حواجبه خي ودوب البلا نكملوا له حواجبه دوك تشوفوا لمن يولي يشبه دخل لكم القضيه حجيله انا شافي في بسكره اول شرط شرطه باش يزكيه الجنوب قال لهم المشطوبين يخرجوا من التنسيقيه بحضور 12 ولايه شكون اللي قالها له الهضره هذه؟ قالها له الضربان والضربان شكون اللي قالها له؟ الضربان عنده اللي يملي عليه كاين 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 تنانين كاين ديناصورات اكثر من الضربان ومنهم دحماني سراق اللي بعض الناس كي نقولوا دحماني سراق ما يقدرش حتى يحط جام ولا يعلق تخافوا كي تقولوا دحماني سراق لو نحلنا سراول كيما رانا فئه كامله نحلها سراول بالمتقاعدين بالمعطوبين بالمشطوبين نحلنا سراول وقعدنا عليه وعجبكم الحال انتم حقوقكم راحت سووا ثلاثة في الجنوب وربعة في الشرق وخمسة في الوسط وثلاثة في الغرب وفرقوا لكم القضية
انا ندمت كيف فكيت حجيله ثلاث خطرات، فكيتو في 14 وفكيتو في دار عيسى الداخل وفكيتو لبرا، كون خليتهم يحاولوا السروال وداوه وقلبوه سونسيس خير، كون قلبوه سونسيس خير، وداروا له فيديو طلقوه باه ما يزيدش يخرج طول من دار وما يزيدش يخرج، ويعاد كيما حجيله يعود يدكه لكم يحشيها لكم، حجيله راس الدابه ذاك يحشيها لكم يحشيها لكم يدكه لكم، هاي راحت القضيه في 4 سنين. وروحوا اقعدوا شيتوا درك دوك اللي يبعثوا لكم ضربان نمشوا معاه، نتموتوا بالقنطه، تموتوا كل بالقنطه، هذا من المنبطحين اللي يجيو يسواهم الولاد كل تموتوا بالقنطه، هم الناس ماتوا ما تسواوش، الخبره ما داروهاش، الخبره الطبيه يروح يدير فيزيت من حقه ما دارش ومات، شكون مسؤول عليه؟ هذا الولائي البلدي شكون مسؤول عليه؟ حجيله غضبان بتبون شكون اللي مسؤول عليه؟ واحد يقول له انا نهايه العقد، الاخر يقول له تاديبي. اي ولدي الهضره تخرجوا فيها من ترميكم هذه، ما تخرجش الهضره من ترمتك. وزير الدفاع تاع علي على بالها واش كاين، حاكم الملف على الناس الكل، ما كانش فرق بين نهايه العقد والتاديبي، يعتبر سم سم بصح هذا الناس كل خادمه والناس كل من حقها تتسوى، ديروا لنا في الفتنه وديروا لنا. انا ما عندي زوز دراطه هنا في بسكره قال لك احنا تاديبي، عياو فيا قالوا لي فوزي نديروا تاديبي، وحدنا قلت لهم روح روح بول ورقد. إيه نص دقيقة نظام، نص دقيقة عشي واحد يدير 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 هيكل تاع تأديبي، شميت ما ناضلش خطرة في عمره، ما ناضلش خطرة في عمره، ما تعبش ما تعبش خطرة على القضية، حب يدير هيكل يلم التأديبي، روح لم التأديبي وديهم لدارك بيتا في دارك، واللي يقول أنا نلم نهاية العقد زيد روح لمهم ديهم لدارك نهاية العقد، وفرقوها وفرقوها طول نتموت القضية كيما راهي ميتة درك، شميت احتجناكم 7000 خرجه ما لقيناكمش، 7000 خرجه ما لقيناكمش، 4 سنين حنا نخرج، وين راكم؟ وين راكم؟ ما كانش. ودوك حابين تعاودوا نفس الغلطه تلحوا ريس تلحوا الناس تخرج لكم 40، ومانيش ضد اني قلت اني مع، بصح انا مع الفئات الكل، الا حبيتوا الا حبيتوا الا حبيتوا صح تنجحوا بالقضيه عاودوا ورجعوا للبوطه، عاودوا لموا ربها كل الشامبيط المتقاعد المشط، جيب تجميع واحد حارب اللمه اللي عنده حق وخدم من العشريه كلها من جد الحلاف، خلي الناس كل تولي قوه. هالسرارقه هذه لازمتهم هك، لازمتهم هك. ما لازمش تكون ضعيف. تكون ضعيف ينحوك السروال. السرارقه هذه لازمتهم قوه. قول فاهم يفهم. إلا رجعت كيما بكري قوه الناس كل تخرج، أنا واحد من الناس تخرج أنا الأول. وإلا كان هكا تدوا تلوحوا الناس على رسالة مصاي، أنا واحد من الناس حفظتكم، حفظتكم وكل واحد نعرفه، نعرف الناس كل، كل واحد يعرفوا على وين ينشط. بزاف غاشا وينشط في الفيسبوك ما هموش التسويه، همو امور اخرى، ما كان لهم فصلوا ربي يهديكم ان شاء الله، ربي يهديكم وتخرج وتخرج فيكم ان شاء الله الايتام والارام اللي يخرجوا فيكم، والجماعه اللي ماتوا ما تسواوش يخرجوا فيكم، يا خرجوا فيكم، والمسؤول الاول هو شوف مش تبون، المسؤول الاول هو عجيله راس الداب، هو اللي كانت عنده صفقه مع 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 ضربان، والصفقه باينه وشي شتيت الصفوف، لازم تموت القضيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك حجيله، يا واحد الشماته يا واحد المرخص، يا ربي ان شاء الله يطيح الراس في الراس، نيك الزليف نتاعك نحيه لك، ولا تنحي لي الزليف نورمال، يا انت يا انا، ربي يجيب ساعة الخير، انا نوصي خاوتي ما تغلطوش الغلطه اللي غلطناها احنا في 4 سنين هذه، السرارقه قلت لكم لازمتهم راهم تنانين ديناصورات، ربي وما يخافوش منه، استغفر الله. ما يخافوا لا ربي ما يخافوا العبد، هذا لازم ترجع لهم البوزه، لازم الفيكتيف كامل يعاود يتلم وتبني الساس تاعك صحيح وتخرج تروح تجيب حقوق، ما تروحش تجيب حق في يدك، ما كانش كان هذه ما كانش انساو الحقوق، اذا كان ما كانش خرج جميع الفئات بقوه انساو الحقوق، هذه اللي نقولها لخاوتي تلاو في رواحكم وسمحوا لي من جهه ربي على الكلمات اللي قلتهم ماهمش ملاح، سمحوا لي انا راني مريض في راسي الله غالب، انا راني نهدر ما نقدرش نحكم في روحي، يخرجوا كلمات تاعي اسمحوا لي من جهه ربي، اسمحوا لي من جهه ربي على الكلام اللي قلته مش مليح، انا وقلبي ضارني وما نشتي نهدر، هذه ما تلوحوش ولات الناس على لسانهم، الخرجه ما تكونش هكاك عشوائيه، برك واحد يرزان يلم في كتيبه كيعود عارف روحه قادر شقاه يخرج، ماكش قادر شقاه احكم دارك واحكم فمك واخدم تحت الطابله، هاب 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 ما دير والو هذيك 4 سنين وهي هبهبه ما كان والو تحشمو.
ما يحشموا خليوا الناس حتى اللي مريض خليه يموت، ما يموتش بالقنطه، يموت بعقله. ربي يجيب ساعه الخير حتى الله في رواحكم ونتعاودوا ان شاء الله. واعذرونا، انا قلنا اعذرونا على الكلمات اللي ما مش مليح اللي قلناها، اعذرونا من رحمه على والديكم. انا راه قلبي خارج سيرته من حجيله وضربان ودحماني السراق، هذا في ثلاثه، هذا ولاش سمح اليوم الدين. والمخير فيهم ثاني، يا المخير فيهم يجي يقعد لي فوق. ليله سعيده للجميع، تهلاو في رواحكم.